لبيته للنادي الاهلي. وشك حلو النهارده، بطوله جديده بتضاف للنادي الاهلي، غابت عن النادي الاهلي 10 سنوات، تعود من جديد الى المارد الاحمر. مبروك طبعا، والف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال، الناس كلها تعبت واعتقد ان هم طول السنه اشتغلوا بمجهود كبير، وربنا يكلم مجهودهم وتعبهم النهارده ان هم يفوزوا ببطوله الكاس. شام، المسؤوليه هتبقى عليك كبيره بتقود خط وسط النادي الاهلي، وجاي النادي الاهلي والنادي الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس ان شاء الله، دوري ابطال افريقيا حلم كبير لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول، هو اكيد حلم لجمهور النادي الاهلي، والبطوله غايبه بقالها فتره، بس الموسم ده اعتقد اللي هو استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه وبطوله افريقيا ان شاء الله. مش جديد عليك قيمه النادي الاهلي، الانتماء اللي اتعلمته وتربيت عليه جوه النادي الاهلي، لكن قول لي ازاي عشت اخر 7 دقائق من اللقاء؟ لا، الماتش النهارده طبعا يعني صعب جدا، ظروفه ومجرياته كان صعبه جدا، اكيد كلنا كنا مشدودين واكيد كلنا كنا حريصين ان النادي الاهلي يفوز، بس الحمد لله اللعيبه بصراحه ادت اللي عليها، وكلهم النهارده عمل عليهم اكتر كمان، وربنا كافئهم في الاخر بالمكسب، مكسب حلو وفوز طعمه حلو. هشام بنشكرك ونتمنى لك التوفيق مع النادي الاهلي، ودايما متجمعين في بطولات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بشكرك، شكرا.